لما تروح تشتكي في شركة وي. استعنى على الشعب الله، عم نشوف اول شكاوي بتقول ايه. انا مفيش شكوى على الصبح كده تفتح النفس. اكيد لا طبعا، ايه السؤال الغبي ده، ده احنا اصلا شركة احيانا. عثمان دخل اول واحد. حضرتك كده ما ينفعش، انت ما بتشتغلش نهائي، ده انا معتبرك دكتور عندي في البيت، ده انا محتاج اجيب كارت فكه يمشيني ويمشيني. ما هو يا استاذ ما فيش حد بيتفرج على حاجه بعد الساعه 12. ليه يا عم؟ انت حاطط لي مواعيد، ما اتفرج زي ما انا عايز لو الساعه 5 الصبح، وبعدين حضرتك بتبقى فين بعد الساعه 12؟ ما انت مش مهتم بيا فبنام بدري. يلا يا عم اتكل على الله. اللي بعده يا اخي منكم لله، هدى عليكم. اللي بعده يا عثمان، حضرتك رمضان جرب، كنا محتاجين نت بس وحاجه نسلفها صيامنا. ومحتاج النت في رمضان ليه؟ نتفرج على مسلسلات على برامج كلك نظر يعني. لا 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 حرام، شهر عباده، اشيل ذنبك يعني؟ هو ايه ده، انت مالك يا عم؟ انا اشيل ذنب نفسي؟ فين ام النت؟ حيل غلط، نمشي قانوني بقى. ام النت مخالفه سوء تعامل فيها رصاصه شهرين دي. اللي بعده عثمان، بص انا هسالك سؤال وعايزك تقنعني. ياه دي لعبتي، هقنعك. قول، هو انت لو اشتغلت يومين ورا بعض هيجي لك تسلخات؟ هيجي لك مرض يعني لو اشتغلت؟ ده انت يوم وطول الشهر مش موجود. مش على قد فلوسك يا عم بديك، اطلع من جيبي يعني؟ هخسر كده وانت ما تقدرش الخساره يا عم. هو اللي على قد فلوسي وانا بشحت منكم ده؟ اللي باجي هنا اكتر ما بقعد في البيت يا اخي. منكم لله، منكم لله، ده انتوا شركه ظلمه مش شحنك تاني. احسن وفرت، انا بقول كفايه كده، لما انا شويه دعاوي تخرب بيتنا وبيت اللي خلفونا. عثمان ما تدخلش حد تاني.